حرائق في الشمال، فيضانات في الجنوب، مناطق بالأمس القريب كان يكسوها اللون الأخضر، الآن بات أحمر. ظواهر جوية متباينة تعيشها بعض دول العالم لتصدر إنذاراً يتردد صدى تحذيراته في بلاد غارقة وبيوت هجرها أهلها بعدما التهمتها النيران. انتهى عصر الاحتباس الحراري وحل عصر الغليان العالمي. تحذير أطلقته الأمم المتحدة ليطرح تساؤل: هل المناخ كان على هذا الشكل؟ قبل عدة سنوات هيئة المسح البريطانية أصدرت خرائطها الجديدة، وهي تصور مرئي صارخ لتراجع الجليد في أقطابنا. ناسا نشرت رسوماً توضيحية تكشف ارتفاع مستوى سطح البحار، وحذرت من أن هذا الارتفاع يغرق المستقبل. كوكبنا بات يعاني الأمرين، جفاف وفيضان معاً في هذا الوقت. فويلات التغير المناخي ستصبح سمة القرن الحالي في أنحاء واسعة من كوكب الأرض. هذا ما يتوقعه خبراء البيئة. التغيرات المناخية تتسارع، فهل يستفيق العالم قبل أن يصبح على حافة الهاوية؟